السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، مرحبا بكم معي في قناة البساطة مع أم ريتاج. اليوم ما شاء الله جبت لكم فيديو جديد، نتمنى نال الإعجاب ديالكم. تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير، وكنشكر بزاف الأخوات اللي كيتبعوا القناة ديالي، وكنرحب كاع بجميع الأخوات اللي الله جدات معايا. نتمنى ديروا الاشتراك للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والإعجاب على بركة الله. لكم المقادير عندي سميدة على حسب الخليط ما عبرتهاش، وعندي فورس الدقيق الابيض، كاس العنبه، وعندي هنا كاس العنبه ديال الكوك، كاس العنبه ديال السنيده، جوج تمارات، بيضه واحده، بصله الملح، يعني الملح حسب، يعني كل واحد كان كيبغي الملح، كاين اللي ما كيبغيش بزاف. وعندي هنا شويه ديال الخميره فورية، وكاس الزيت، زيت نباتية، كاس العنبة، وعندي هنا سميدة مخلطة مع الكوك باش نفند فيها الحريشات، وعندي كاس ونصف ديال العنبة ديال الحليب. دابا على بركة الله غادي نبدا بالبيض، ندير بيضة واحدة، وغادي نضيف عليها السنيدة. عفوا انا البنات نسيت فاني، واحد فاني ونزيد الملحه. خلطت الخميرة مع الفرش، دابا غادي نزيد السميدة شوية بشوية. ساعه واحد ربع ساعه حتى تشرب الحليب مزيان، وان شاء الله نرجع لكم. صافا البنات، دابا بعد ما داز 20 دقيقه وجبت هذا الليمون الصغير ديال الحريشات، غادي ندير حريشات فرديين، ودابا غادي نحبس التصوير حتى نديرهم في اللاطات، حيت يعني ما يمكنش ليا نخدمهم بهاد الليكات، ماشي الليكات ديال الطبخ، وسمحوا ليا. ها هما البنات، زدنا كورتهم ودرتهم في هاد المولات الصغار، يعني كنكورها بحال هكا وكنفندوها في الكوكو السميدة صافي، وكا
كنشطفوهم في البلاطه ديال الفرن وكندخلوهم الفرن. ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو ونوريكم كيفاش كيكونوا، يعني كتكون فيهم كميه كبيره. البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحشوه ديالنا بعد ما خرجوا من الفران. نتمنى ان الاعجاب ديالكم، يعني كيجيو زوينين وهشاش لداخل. انا غادي نقطع معكم هذه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش ديروا الاعجاب للقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام.